في مشهد شو وده أهمية عصر الصورة وأهمية المشهد التلفزيوني، إن يبقى فيه حد بيرتكب جريمة ما وتلاقي التقطت اللقطة، يعني الناس اللي هتشوفوهم دول هتلاقوهم بيرموا طفلا بعد كده. شوف المشهد أهو، واحد أهو بينزل بطفل وبيرميه، مولود رضيع يعني عايز يتخلص منه، ومعاه واحدة ست، وهنا الصورة تفضح كل من يرتكب جريمة بهذا الشكل. يعني لولا ان الكاميرا التقطت ده، معانا اللي وجد الطفل الرضيع والمولود الرضيع استاذ احمد عبد الجواد. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيك اهلا استاذ. استاذ وائل. ده فين يا استاذ احمد؟ في قرية اسمها كفر عياد تابعة لمركز ابو حماد محافظة الشرقية. تمام. الطريق ده اسمه طريق الترعة الاسماعيلية، ده طريق بيربط ما بين مركز ابو حماد ومركز بلبيس. طيب انت كنت ماشي فلقيت الطفل كده ولا شفتهم وهم بيرموه؟ لا هو حضرتك احنا ده جاري على طول، انا بيتي في ظهر المسجد على طول، المسجد ده قدام بيتي، جاري واحد من جيراني معدي لقى اللفة ديت، هو داخل المسجد لقى اللفة ديت قدام باب المسجد على طول. يعني هو بيرميه قدام باب المسجد، يعني راح زي ما بنشوف في الافلام الابيض واسود كده، يعني اللي هو تم هنا. دي الكاميرا دي كانت موجودة فين؟ الكاميرا دي موجودة، احنا عشان احنا ساكنين على طريق سريع وكده، وكان الأحداث اللي فاتت فبعضنا لجأ إن احنا نحط كاميرات في محافظات الطريق يعني. تمام. فالكاميرا دي عندي على محل قدام جنب المسجد على طول، طيب فرجعنا بقى ندور نشوف مين اللي عمل، اتصلنا بالنكدة والشرطة جت، وبدأنا ندور نشوف ايه اللي حصل. لقينا الست دي والراجل اللي معاها نزلوا بالطفل ده وحطوه بدون رحمة، طبعا درجة حرارة عالية، حطوه في الساعة 10:30 الصبح. تمام. وفي الآخر احنا خدنا ده، بلغنا الجهات المعنية وسلمنا الطفل في مستشفى أبو حماد المركزي عشان يلاقي الرعاية لأنه كان لسه مولود. طيب وهنا تم التوصل اليهما للراجل والست دي؟ لحد الآن محدش يعرف، احنا بنحاول عشان لا قدر الله إن كان الطفل ده مخطوف يبقى نكون السبب إن هو يرجع لأهله ومساعدة الشرطة كمان، لأن طبعا دي مناطق واسعة وقرى كتير، طريق كبير رابط بين عدد كبير من القرى، فاحنا بنحاول إن احنا نوصل الرسالة دي لأكبر عدد من الناس. والله كان في خير وقدرنا نمسك الناس دي، كان مخطوف من أهله يبقى أهله برضه يبقى عارفين المسار، إن الطفل ده موجود في مستشفى أبو حماد ومعمول بيه محضر في اسم أبو حماد، مركز شرطة أبو حماد. والله حتى يعني هو ما شاء الله يعني ده في ناس كتير بتسأل عليه طب وربنا احنا يجازيه معانا بالخير. حتى في سيدة مدام سعادي عايزة تتبنى طبعا الرضيع وفقا للإجراءات القانونية. يعني مدام سعاد اهلا بيكي. مدام سعاد سامعاني؟ طب نحاول نجيبها يا جماعة. أعداء للإنسانية، مش ممكن مهما كانت مصيبتك خطيئتك، لكن لا يمكن أبدا يا جماعة. الساعة 10:30 الصبح وفي الشمس الشديدة ويتم إلقاء رضيع أمام المولود، رضيع أمام المسجد، زي ما أقول لكم زي ما بتشوفوا في الأفلام الأبيض والأسود، الخطايا وغيرها يعني. فهو يعني ما أحطه قدام الجامع يعني، وما فيش إنسانية ولا في ناس عندها أي دين ولا ضمير ولا تربية ولا حتى تفكير إزاي يتعاملوا مع الأمور. يعني اللي احنا شايفينه ده
جريمه والناس كويس انها بتركب كاميرات، هما طبعا بيعملوها بيقول لك عشان في حوادث بتحصل فبتخلينا نشوف مين السبب يعني. وده ميزه عصر الصوره اللي هي الصوره تفضح الجميع، زي الهواء النقي اللي بيدخل للغرف المغلقه، فبالظبط صوره كاشفه وفاضحه وبتختصر كتير من اللي احنا عايزين نقوله. طيب، هي عموما احدى السيدات قالت انها هتتبناه يعني وفقا للشكل القانوني زي ما بقول لكم، ده فيه اجراءات قانونيه متعلقه بده.